الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها الحبة في الله، من أكثر الهموم التي أقلقت الناس في هذه الأيام قلق وهم الرزق. في الضائقة الاقتصادية ازداد هذا الهم وصار يخيم على كل إنسان في صباح ومساء، كيف أحضر قوت العيال وكيف أؤمن الرزق؟ ولأن هذا الهم موجود في جبلة الإنسان، جعله الله جل جلاله أو جعل الجواب عليه مباشرة بعد الآية التي يحفظها كل مسلم: وما خلقت الجن والإنس. كلنا حافظينها. شو الآية اللي بعدها؟ مش حافظينها. أقصد البعض حافظ. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مقصد الوجود، أول شيء بعيقك بتحقيق مقصد الوجود هم الرزق. فقال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اسم الله الرزاق. الرزاق أيها الحبة في الله، كما قلنا في الأسماء الماضية، صيغة من صيغ المبالغة. ما رزقك مرة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، من اللحظة التي علقت فيها النطفة في جدار الرحم وبدأت تتنقل من مرحلة إلى مرحلة، من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام إلى لحم، وبلغت الشهور الأربع، أرسل الله جل جلاله لك وأنت في بطن أمك ملكا، وأمره أن يكتب أجله ورزقه، وشقي أم سعيد. لسه ما نزلت، وأنت في بطن الأم مكتوب كل يوم كم ستأخذ، وفي كل سنة، وماذا ستأكل، وماذا ستشرب، وماذا ستربح، وماذا ستخسر، مكتوب بالتفصيل. لما الهم؟ ليش حامل الهم طالما أنه مكتوب؟ واللي تكفل بالمكتوب هو الرب جل جلاله، هو الذي تكفل برزقك. أنت وبطن أمك من كم تكفل بالرزق؟ خلق الله جل جلاله لك حبلا سريا لتنقل فيه الغذاء من أمك إليك، ثم بعدما قطعوا عنك ذلك الحبل عند الولادة، هيأ الله تعالى لك ثدي الأم بحبلين. قطع البشر عنك حبلا ففتح لك جل جلاله بدل الحبل حبلين، بارد في الصيف ودافئ في الشتاء حتى لا تتأذى وأنت تشرب. جمع لك فيه كل أنواع المعادن وأنواع الأغذية التي تحتاجها، التي وزعها الله جل جلاله في أطعمة البشر، جمعها لك في حليب الأم، وهذا الحليب هو محض رزق من الله جل جلاله لك. قررت الأم أن تمنعك من الحليب وأن تفطمك، فأوقف، وهي بشر، فأوقف البشر عنك هذين الحبلين، ففتح الله لك جل جلاله أرزاق الدنيا بحبالها المتنوعة من فواكه وخضار ولحومات، غنم وبقر وسمك ودجاج وما لذت نفسك، وقال لك: كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون.
عشان هيك من كم يوم بسألنا بس تقعد على السفرة تطلع على الأكل ما تغرك نفسك إنك أنت اللي جايبهم. أنت ما جايب شيء يا حبيبي، أنت نقلهم بس، أنت نقلهم من الدكان اللي عندك، والبياع كمان مش هو اللي عملهم، هو نقلهم من المزرعة اللي عندك. بس لا المزارع صنع ولا البائع صنع ولا أنت صنعت، صانع الرازق هو الملك. لو بدنا ندفع حق كيلو البندورة يا إخواني في الله لمن صنعه بدنا نبيع حالنا وما منخلص. هل 2000 نعرف ايه دسر؟ لا هل 7-8 دسر كيلو البندورة؟ هل 7-8000 مش عارف ايه صار؟ هل المبالغ يا إخواني الآن هي فقط بس أجرة النقل. أما حبة بندورة واحدة بس بدك تبيع حالك إذا قدرت تشتريها، وإذا كان هنالك من أصلا يخلقها. هذا خلق الله، هذا رزق الله، أنت تأكل من رزقه وتتنعم من رزقه، فكيف تعصيه؟ كيف أتنعم بهذا الرزق؟ يا أخواني في الله، أول شيء لازم نعرف أنه مش بس المال رزق، ومش بس الطعام رزق، جلوسك في المسجد الآن رزق. الله رزقك السكينة فجلست، غيرك ما رزق السكينة، داءت إخلاءه فخرج أو ما جاء. صلاتك رزق، الحلم رزق، الأناء رزق، الهدوء رزق، الأخلاق رزق، الصمت رزق، هذه كلها أرزاق الله جل جلاله يوزعها بين خلقه. كيف أنال هذا الرزق وكيف أنال البركة من هذا الرزق؟ أولا خذ بالأسباب، حيبدأ فيها لأنه يأقل شيء. خذ بالأسباب، وهذه مشترك فيها كل الناس، اليهودي، نصراني، مسلم، علماني، لاديني، بوذي، سيخ، هندوس، كل بيأخذوا بالأسباب. كل الناس يأخذوا رائب الشباك الساعة 5 سكون، 7-8 بلش تدور السيارات والشحنات والموتسيكات، تفتح الأبواب وتنزل الناس، حركة الحياة، كل الناس يغدو. يا مسكين ما تكون بس أنت مشترك مع باقي الناس بالأسباب، هاي أقل شيء أنت بالنسبة لك. قم بالأسباب، ولكن هاي الأسباب بدها تقوى، هون امتحانك. بس تنزل من بيتك على الشغل بدأ الامتحان. عشان هيك ربنا تعالى قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عشان هيك اليوم الناس هم شيخ معاش يكفوا شي 700-800 ألف، معاش يكفوني شي 1,000,000 ليرة. والله لو عم تاخد آلاف الدولارات بس ما فيش تقوى بالأسباب، وفي حرام ببيعك وشرائك، معاش حيكفوك شي أصلا، ولن تشعر بشيء. أما الذي يأخذ المال من سبب فيه تقوى، اتق الله بشغله ببصره ما بصبص على النساء، اتق الله بسمعه ما سمع الحرام، اتق الله بلسانه ما غش وكذب وحلف. والله جيبه بهالقد، راس مالي علي بهالقد، راس مالها علي بهالقد، ويحلف وهي أصلي وهي، ويبيع سلعته بالحلف الكاذب، فأنى يستجاب وأنى يبارك له في رزقه. فأولا الأسباب، ثانيا التقوى في الأسباب، ثالثا الاستغفار. لذلك ربنا جل جلاله أمرنا بالاستغفار، فقال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يا أخواني هذا أمر مجرب، والله أنا أوصيت بهذا الأمر أكثر من أخ، وأقسم لي أن الله هيئ له رزق. الآن عم تتعطل الأشغال والأعمال وعم بتضيق كل يوم أكثر وأكثر، الناس عم بتوجهك للأسباب الدنيوية، والله يوجهك للأسباب الشرعية. أكثر من الاستغفار، لا يقل عن 1,000 في الصباح و1,000 في المساء، وخاصة في هذه الليالي، وانتظر البركة. ثالثا صلة الأرحام، اللي قاطع رحمه يا أخوان رزقه قليل، واللي دايما يا عند أمه يا عند أبوه يا عند خالته يا عند خاله يا عند عمته يا عند عمه يا عند جده يا عند سته يا عند ابن خاله، بتلاقيه دوار على هالعيلة عم يوصل بها الرحم، هذا رزقه مبارك. قال صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. قاطع الرحم، الرحم تدعي عليه فرزقه قليل، وواصل الرحم، الرحم تدعو له فرزقه كثير وإن كان ماله قليل.
خامسا إخواني في الله الإنفاق. لذلك ربنا يقول وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه، وآخر الآية وهو خير الرازقين. الذي يخبئ يخبأ عنه، والذي ينفق ينفق عليه. عبدي أنفق أنفق عليك، خاصة في الشدائد. وأخيرا وهلا كمان حينبسطوا الشباب، وهذا غير الأسباب وغير المشاهدات وغير المرئيات، لأنه الناس اليوم بتقول أوعى حدا يتزوج. ليه؟ قال الشيخ حدا بيفهم يتزوج بالأيام. وسيدنا عمر يقول أطلب الرزق بالنكاح، والله يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله. شو رأيكم مين تصدق؟ حد يكون شاك؟ شو جاوبوا؟ صدق الله، قولوا صدق الله. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. لذلك أدعو أن تكثر الدعوات للزواج في هذه الأيام. إذا كان الزواج قبل الأزمات قليل أكثروه الآن. أظهروا اليقين. أنا لا أدعو لترك الأسباب، ولا أدعو للتهور، ولا أدعو لتعطيل العقل، ولكن أدعو لليقين مع الأسباب، وأدعو للتوكل مع الأسباب، بل هو الأساس. شيخ النابلسي حفظه الله يقول توكل على الله وكأنه لا أسباب، وخذ بالأسباب وكأنه لا توكل. خذ بالأسباب بس اللي بين إيديك، شو موجود، شو انفتح لك، خذ بها واطرق الباب. ويا أباء، يا أباء البنات، سهلوا سهلوا، حاج تحط شرط وين البيت، فرجيني السند. لازم تقعد بندك في بيت، بس مش ضروري يكون ملك، ممكن أجار، مش حرام إذا عد بأجار. مش ضروري تشترط على الولد إنه يكون عايش لحاله، ما بأثر إذا عاش مع أهله وإذا كان البيت مناسب وإذا كان أهله مناسبين. ولا بأس أن يكون في خدمة أمه وأبيه، لا تشترط هذا حتى لا تكون سببا في عنوسة بنتك. وكذلك أنت سارع في تزويج ولدك، ما تطلب منه أعلى الطلبات حتى أنت تقوده للحرام في هذه الأزمات والأيام. وشايف أمام عيونه الشاب الحرام، فصار الحرام رخيص ونحن بدنا نغلي الحلال. لا، الحلال يسير. عشانك النبي عليه الصلاة والسلام قال أيسرهن أقلهن مهرا أكثرهن بركة. مش عم بتبيع أنت بضاعة، بنتك مش بضاعة عم بتبيعها بتسعرها، بدي 100 ليرة ذهب. يا حرام، شوفي شباب جاي تشكي الآن هلا بالأزمات. شو قال يا شيخ؟ انضربت على راسي ودبت في النخوة والشهامة، أنا وقاعد عند بيت عمي، وقلت لهم 500 ليرة ذهب. قلت له خلي تنفعك الشهامة، يلا يلا روح زبط أمورك لنشوف. 500 ليرة وقلبت معه على الدولار، راح بدي يبيع حيلته وفتيلته. ولا شو 500 و100 و50 شو عم نعمل يا اخوان؟ شو عم نبيع بضاعة نحن؟ يا حبيبي هاي بنتك ما بتتوزن بذهب، أنت تحبها فعلمها السنة، وعلم صهرك السنة، وتأكد أن صاحب الدين يحفظ البنت. إذا أعطيتها لصاحب الدين يحفظها. فأيسرهن مهرا أكثرهن بركة. فأدعو الجميع لأن يطلب الرزق بهذا السبب، وهو سبب يقيني رباني. اللي هو شو؟ الزواج. لازم الشباب تكبر، تقول الله أكبر. نسأل الله تعالى أن يبارك في أرزاق الجميع، وأن يرزقنا أعظم رزق، رزق الأمن والأمان والطمأنينة والأنس مع الله في هالليالي المباركة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.